لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف: ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس فيه موضع جلوسه لو انفرد كأن إلى آخره، أعطى أمثلة. يعني يقول المسبوق إذا جاء واقتدى بالإمام والإمام أكمل صلاته وسلم، بعد سلام الإمام الآن على المسبوق أن يقوم فيكمل ما عليه من الصلاة. إذا بعد سلاميه، يعني بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، بعد سلاميه، هذا الضمير يعود على الإمام، بعد سلاميه يعني سلامي الإمام. الآن المسبوق إذا أراد أن يقوم إلى ركعته حتى يكمل النقص، هل يكبر أم لا يكبر؟ ننظر. إذا كان جلوسه في هذه الركعة، لو كانت صلاته يقوم لها فيكبر، كبر. وإن كان جلوسه في هذه الركعة إن كان يقوم لصلاته لا يكبر. مثلا لو كان هو في الركعة الثانية وقرأ التشهد وأراد أن يقوم، يكبر أم لا يكبر؟ يكبر. لكن لو كان في الركعة الثالثة وأراد أن يقوم وكان قد جلس مع الإمام بالتشهد الثالثة، يكبر لها أو لا يكبر؟ لا يكبر. إذن ينظر بعد سلامي الإمام، ينظر ماذا بقي من صلاته. إن كان في ثانية كبر قائما، وإن كان في أولى أو ثالثة، ما نقول أولى، إن كان في ثالثة لم يكبر، لأن هذا موضع بالنسبة لصلاته لا يوجد فيه تكبير. قد كبر عندما كان ساجدا وجلس مع إمامه للتشهد، خلص، تكبير آخر زيادة. واضح؟ نعم. يقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمكم. آمين. ونفعنا بعلمكم. آمين. كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية. الآن هذه الكاء، كاء حتى يعطي صورة، تصوير، يعطي أمثلة، يعطي يعني يعطي تصوير للمسألة التي أتى بها. فإن كان أدركه، يعني المأموم أدرك الإمام، أدرك المأموم الإمام، جملة كاملة، فعل وفاعل ومفعول، في ثالثة رباعية، يعني الإمام يصلي العشاء وهو جاء فأدرك الإمام في الركعة الثالثة، أو جاءه فأدركه في ثانية مغرب. نعم، لو كان جاء مع الإمام في ثالثة رباعية، هذه ركعة بالنسبة للمأموم واحد، بالنسبة للإمام ثلاثة، في رابعة الرباعية بالنسبة للمسبوق اثنين، فإذا قام من الثانية الإمام سلم من الرابعة، الرابعة في حق الإمام ثانية في حق المسبوق، قام فكبر. أو أنه أدرك الإمام في المغرب في ثانيته، بالنسبة للمأموم أولى، بالنسبة للإمام ثانية، الإمام صلى الثالثة المغرب، بالنسبة للمسبوق ثانية، عندما سلم الإمام هو في الثانية، يقوم فيكبر. لكن لو أدرك الإمام في رابعة رباعية أو ثالثة ثلاثية، هل إذا قام بعد تشهد الإمام وسلاميه هل يكبر المأموم المسبوق؟ لا، ما يكبر. ليش ما يكبر؟ لأن بعد سلامه هذه صلاته، وهذا الموضع من صلاته لا يوجد فيه تكبيرة انتقال، فلا يتلاعب ولا يبتدع ولا يعمل شيء في الصلاة هو ليس.
وإلا لم يكفر القيام. ما معنى وإلا؟ وإلا يعني إن لم يكن في ثالثة رباعية أو ثانية مغرب فلا يكبر. هذه الكاف في الحاشية قال الكاف استقصائية، يعني كأن المصنف جرد واستقرأ حالات المسبوق مع الإمام، فالمسبوق إما أن يدرك إمامه في صلاة ثنائية كالفجر، وإما أن يدرك إمامه في رباعية كعصر ومغرب كعصر وظهر وعشاء، وإما أن يدرك إمامه في ثلاثية وهي المغرب. وهذا المسبوق إن أدرك الإمام وهو مسبوق في ثانية الفجر لم يكبر بالنسبة له أولى، وإن أدرك. ولذلك قال الكاف استقصائية، يعني لا نجد غير هاتين السورتين. استقصائية كأنه استقرائية. قال ولو أتى بباء التصوير لكان أولى، يعني لو قال بأن أدركه، بأن هذه الباء تفيد التصوير، قال لكان أولى، يعني حتى نفهم أنها صورة. أنا أقول يعني الحمد لله تحققت الصورة وتحقق فوق الصورة وزيادة في الاستقصاء، فإذا الكاف أولى من الباء، والله أعلم.